الرجل والمرأة شريكان أساسيان في بناء الوطن، في تنميته، في تحقيق واقعه، وفي السير إلى مستقبله. ونشهد اليوم واحدة من أكثر المراحل ازدهارا في تحقيق هذه الشراكة في البناء. الواقع يقول إننا نسير بنجاح حتى الآن، والمستقبل يقول إننا سنكسب الرهان. مركز التوازن بين الجنسين، ماذا تعرفون عن هذا المركز؟ أنشئ في 2021، يتبع إلى معهد الإدارة العامة. تفاصيل موسعة وتفصيلية حوله سنتعرف عليها في هذه الفقرة من يا هلا. ولكن قبل أن أستقبل ضيفتي الكريمة، خلونا ناخذكم إلى هذه البطاقة التعريفية، نتابع تفاصيلها ونرجع. مركز تحقيق التوازن بين الجنسين. يعتبر مركز التوازن بين الجنسين منصة إلكترونية مرجعية موحدة للمؤشرات والبيانات المتعلقة في تحقيق التوازن بين الجنسين في بيئات العمل. يهدف المركز إلى أن يكون أحد جسور الترابط بين مختلف قطاعات الدولة، بهدف خلق بيئات عمل متوازنة وآمنة وصحية وفقا لاحتياجات كلا الجنسين. عمل المركز منذ تأسيسه في أكتوبر عام 2021 على عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة على مستوى المملكة بمساهمة عدد من الجهات المحلية والدولية. شكرا للزميل أحمد العبد الكريم، واسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الكريمة هنا في الاستديو، الأستاذة سارة بنت جزا العتيبي، وهي نائبة مدير عام معهد الإدارة العامة لتطوير الأعمال والشراكات، والمشرفة العامة على مركز تحقيق التوازن بين الجنسين. مساء الخير وشكرا دكتورة لقبولك الدعوة. حياك الله أستاذ مفرح، وحنا سعيدين بالتواجد. وأنا آسف أني قلت أستاذة، يعني حق درجتك العلمية أن تعطى كما هي. بالعكس. دكتورة، بدأتم يعني خلينا نقول سنتين وشهر يعني بالضبط من الآن. يمكن الجمهور المتلقي إلى الآن اللي سمع منهم بالمركز أعتقد أنهم قلة، نحتاج توسع، نحتاج شرح واضح. اليوم عندنا مركز اسمه تحقيق التوازن بين الجنسين، ماذا نقصد فيه وماذا نريد أن نحقق منه؟ جميل، سؤال جميل جدا، وودنا لو تأذن لنا أستاذ مفرح نشرح تأسيس المركز من البداية. طبعا تفضل. إحنا كمعهد إدارة عامة متعلقين بالتنمية الإدارية نستهدف القضايا العامة في بيئة العمل. فالآن بعد ملف تمكين المرأة وانخراط النساء والرجال في بيئة عمل، وطلعت من مصطلحات بيئة عمل تشاركية، دمج نوعي، تكافؤ فرص، معالي مدير عام المعهد معالي الدكتور بندر السجان طلب منا نعمل دراسة استقصائية، وإحنا كمعهد إدارة نعمل دراسات وأبحاث بعنوان الدمج النوعي وتكافؤ الفرص وبيئات العمل التشاركية. ندرس ميدانيا واقع القطاع الحكومي في هذا الملف. بعد ما دخلنا ميدانيا في هذا المجال وخرجنا بعدد من النتائج والتوصيات، أهم توصية استراتيجية وفقا للمقارنات المرجعية اللي شفناها لعدة دول، أنه لازم يكون عندك وحدة تنظيمية تعتني بتكافؤ الفرص بين الجنسين. بمعنى مين اللي يحقق التوازن في بيئة العمل؟ مين اللي يقول أنه هذه الوظيفة مناسبة للمرأة أو غير مناسبة لها، أو مناسبة للرجل أو غير مناسب له؟ مين اللي يعطيك حتى بما يخص الأشياء البسيطة، المعايير المكانية في بيئة العمل، ما هو المقبول وما هو المرفوض؟ أنا ما أقدر أخذ معايير دولية جاية من أي منظمة دولية وجاي أقول طبقها عندي في المملكة. إحنا كمملكة عربية السعودية دائما لنا تجارب استثنائية في كل حاجة، ونعمل تطويع للممارسات الدولية بما يخدم احتياجات مجتمعنا وثقافتنا وديننا في الأول والأخير. فجاء تأسيس مركز التوازن بين الجنسين، وصدرت موافقة مجلس إدارة المعهد على تأسيس المركز في نوفمبر 2021، وعفوا في أكتوبر 2021، بحيث أنه يكون هو وحدة تنظيمية تابعة لمعهد الإدارة العامة، ويكون كمرحلة تجريبية له نختبر القضية، هل فعلا في قضية نستحق ان احنا نبحث فيها اكثر؟ هل يستحق فعلا نعمل برامج تدريبية وتوعوية في الموضوع هذا؟ خرجنا من هذا من التأسيس الى وضع خطة مرحلية. هذه الخطة المرحلية انبثق منها 8 مشاريع استراتيجية. كل مشروع من هذه المشاريع ركز على جانب. بدأنا بما اننا معهد إدارة على البرامج التدريبية. قدمنا برامج تدريبية لموظفين الدولة سواء من النساء أو الرجال، ركزنا على الأقل حظا أو أقل فرصة اللي هم النساء، بحكم أنه بناء على الإحصائيات والدراسات اللي ظهرت عندنا أنه النساء في بعض المواقع القيادية غير موجودة،
وتكثر اكثر في مواضع يعني في مواقع الدعم الاداري او السكرتاريه وخلافه. هذه من الدراسات اللي عندنا اخرها دراسه واقع التوازن ما بين الجنسين. وبناء عليها فكرنا في البرامج التدريبيه للاستهداف واطلقنا هذه البرامج. الان تقريبا لنا تقريبا 6 شهور لكذا مجموعه ورننج هذه البرامج. بس اذا تسمحي لي اوقف عند هذه النقطه، انتم من خلال دراساتكم وجدتم انه النساء في المراكز القياديه اقل حضورا صحيح او اقل وجودا صحيح. طيب ايش اللي عملتوه عشان تعالجون هذا الامر؟ جميل، عندك الان احنا عملنا في المركز تقريبا 5 دراسات. اي الدراسة مثلا أحد الدراسات دراسة التمثيل النوعي في مجالس الإدارة. أخذنا الشركات المدرجة في هيئة سوق المال. طيب. وشفنا نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة. بحكم مجالس الإدارة من المناصب القيادية. بناء على البيانات اللي حصلنا عليها والموثقة من هيئة سوق المال، عدد النساء في الوظائف الحكومية أو نسبة النساء في مجالس الإدارة في الوظائف الحكومية لا يتعدى 7%. فقط. فقط. هذا إلى متى؟ لين الربع الثاني من عام 2021. طيب فانت تتكلم على القطاع الثالث بنسبه كمتوسط عام 7%. اذا بتاخذها قطاع القطاع الحكومي بنسبه 5%، القطاع الخاص بنسبه 2%، والقطاع الثالث بنسبه 8%. 8 ولا 7؟ 8% كمتوسط. طيب. عام لكل القطاعات. طيب. الثلاثه 7%. كلام طيب. فانت عندك الان هذه القطاعات وهذه. طيب أنا الآن أسأل سؤال، هل المرأة ما في مرأة تكون كفاءة لوضعها في مجالس الإدارة؟ إذا ما هي كفاءة أنا لازم أعمل لها برامج تدريبية وتأهيلية. ممكن فعلا المرأة تحتاج بحكم انخراطها المتأخر في سوق العمل. طيب. فبناء عليها عقدنا هذه البرامج التدريبية والتطويرية. الهدف منها أنها طبعا البرامج كانت جزء منها يركز على الجنسين وجزء يركز على النساء بهدف مثل ما ذكرنا انخراط المرأة في سوق العمل متأخر. وإحنا هدفنا في الأول والأخير أنه نحقق التكافؤ. جميل. طيب 5% في القطاع الحكومي، 2% في الخاص، 8% في القطاع الثالث. بالضبط. المستهدف عندكم رفع مشاركة المرأة في الأماكن القيادية والمناصب القيادية إلى كم؟ احنا مستهدفنا كمعهد إدارة نعمل وفق توجهات وزارة الموارد البشرية بحكم مستهدفنا. وزارة الموارد البشرية وفق للرؤية انطلقت من 19% وحققت المستهدف اليوم بمعدل 37% لمشاركة المرأة اجمالا. طيب الان السؤال اللي بعد الان، فين مشاركة المرأة؟ فين تكون مشاركة المرأة؟ احنا مسكنا في وفقا لدراساتنا اللي عملناها اخذنا الهيكل التنظيميه اللي عندنا في المؤسسه. بس اذا سمحتي لي دكتوره بنيجي لل 37 ومشاركه المراه، بس انا ابغى المناصب القياديه. جميل. طيب الان انتم ايش عملتم علشان ترفعون النسبه في المناصب القياديه؟ قلتي انه البرامج التدريبيه. صحيح. البرامج هذه ايش قالت لكم؟ قالت انه اصلا عندنا نساء قادرات وبكفاءات عاليه جدا ولكن ما حصلوا على فرصتهم، ولا لا انه نحتاج الى تدريب اكثر؟ ايش قالت لكم؟ ايش قال الواقع؟ الواقع يقص لك يا ترى لها ابعاد اجتماعيه كثيره. أي. حتى نكون واضحين، في صوره نمطيه للمراه في المناصب القياديه موجوده. في صوره نمطيه للمراه لذاتها في المناصب القياديه، وهذه وفقا للدراسات. يعني اخر دراسه عندنا واقع التوازن بين الجنسين في الوزارات، اخذنا الوزارات اللي موجوده عندنا ال 24 وزاره استهدفناها وشفنا هذا الامر موجود كحقيقه واقع. واذا شفنا واقع الوزارات عندنا كهياكل تنظيميه تقف المراه عند منصب معين، نادرا ما تشوفها في منصب مثلا وكيل او نائب او اعلى او اقل. فالفكره من اول والاخير احنا الهدف من الموضوع هو تمثيل نوعي وفقا للجدارة وتكافؤ الفرص. لا يهم ان احنا نمكن المرأة فقط للتمكين، احنا يهمنا مبدأ الكفاءة. اذا هي كفاءة الافضل سواء رجل او امرأة تكون موجودة. لكن بس دكتورة الواقع يقول انه لدينا كفاءات نسائية رائعة جدا. صحيح. واحنا شفنا اللي مكنوا منهم واللي وصلوا الى مناصب سواء سفيرات ولا غيرهم كلهم اثبتوا كفاءتهم وجدارتهم. هل هناك عائق في اقناع المسؤول او صاحب العمل بمنح المراه هذا المنصب ولا لا؟ وجدتوه ولا لا؟ موجود في بعض الممارسات. أيه؟ لكن حتى نكون واضحين وزاره الموارد البشريه تلمست هذا الموضوع وبناء عليه صدرت قرار مجلس الوزراء 416 اللي هي السياسه الوطنيه لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواه في التعامل.
بمعنى ما يكون في تمييز في التعامل، ما يكون في تمييز أيا كان بسبب النوع أو العرق أو الجنس أو أيا كان. وهذه السياسة مدتها 10 سنوات، انطلقت توها 1444، شغالين الوزارة مدتها لين 10 سنوات هذه السياسة. موضوع تمكين المرأة ترى احنا من أعظم دول العالم اللي انطلقت بنسب بسيطة، وفجأة صرنا من الدول المتقدمة في هذا الملف. فهذه حقيقة واقع، وتحتاج وقت لعمل التغييرات الكاملة، التغييرات التنفيذية أو حتى الاستراتيجية اللي خرجناها بعد الدراسات. بمعنى أنه نتوقع من خلال عملكم اليوم ودراساتكم واستقصاءكم، من خلال حديثكم مع المسؤولين، من خلال مشاهدتكم الكفاءات النسائية، نتوقع ارتفاع هذه النسب مثلا على السنوات القريبة القادمة؟ جميل السؤال، جدا جميل. احنا من أحد مشاريعنا في المركز، احنا إلى المركز حتى نكون واضحين، دورنا تنفيذي وليس تشريعي. تنفيذي، احنا دورنا تنفيذي. انتم تملكون انكم تحطون قرار وتنفذونه، احنا مو بس تزودون الجهات بدراساتكم. انا فقط ازود الجهات بدراساتي، انا مو دوري اغير في السياسه واجراء، انا دوري ارفع للجهه ذات الاختصاص. أيوة. وهي ما تعمل الموضوع. لا احنا انت معلش دكتوره تقولي احنا تنفيذي ولا مو تنفيذي؟ لا احنا تنفيذي بمعنى انه انا اعطيني دراسه انفذ لك اياها، بس مو دوري انا اغير في السياسه او اغير في تشريع. طيب. موجود هذه، لان احنا الى الان مثل ما ذكرت لك مرحله انتقاليه موجوده ومرحله تاسيسيه في المعهد. الهدف منها انه ندرس القضيه ككل وندرس احتياجاتها، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، احنا دورنا في المركز ندعم متخذين القرار، بمعنى عندنا الان عملنا على منصه الكترونيه اللي هو مرصد مؤشرات التوازن ما بين الجنسين. هذا المرصد اشتغلنا فيه مع البنك الدولي، موجوده اونلاين على موقع المعهد، اي احد يقدر يطلع عليه، وهي نسخه تجريبيه. جمعنا فيها تقريبا أكثر من 85 مؤشر ما بين المؤشرات محلية ومؤشرات دولية. بمعنى أنا بقرأ الواقع بشكل دوري الآن، وبقرأ واقعي وفقا لمؤشرات الدولية، لأنه في جاب ما بين الاثنين، في فجوة ما بين الاثنين. أحيانا المؤشرات الدولية ما تعكس لك الواقع الحقيقي اللي قاعد يصير، ولا قاعد يعكس لك العمل الحديث اللي قاعد يصير من كافة القطاعات. يعني قصدك أن المؤشر الدولي جالس يعطي نتيجة ظالمة وأقل، ولا بالضبط جالس يعطي أكثر وما هو موجود؟ لا، ظالمة وأقل حقيقة. يعني وفقا لاطلاعنا خصوصا في موضوع الفجوة ما بين الجنسين، في عدد من المنظمات الدولية تصدره، نتفاجأ حقيقة بترتيب المملكة أحيانا فيه. وإحنا نعرف أن المملكة لها يعني لها أعمال عظيمة في الملف لم ترصد، رقم واحد. رقم اثنين، لم تقرأ بشكل واقعي للمؤشرات المحلية، لذلك احنا اشتغلنا على موضوع المرصد بحيث انه هذا يسهل على متخذ القرار. انت اقرأ واقعك الآن وفقا للمؤشر المحلي، اقرأ واقعك للمؤشر الدولي، ولازم بعدها تتخذ قرار حتى تنطلق في تحسين الوضع. جميل. الحالي. طيب اسمحي لي بالسؤال دكتوره، هذا الظلم في الترتيب او في الاحصاءات جاي لاننا مقصرين في تزويد هذه المؤشرات الدوليه بما لدينا، ولا جاي من باب انهم هم يتعمدون الاجحاف في حقنا؟ ما اعتقد، يعني ما اعتقد لا كذا ولا كذا، يعني هي اعتقد القضيه ككل وفقا لدراساتنا اللي عملناها وقراءتنا خصوصا لبعض المؤشرات تحتاج تكامل وتوحيد جهود اكثر من قبلنا، من قبلنا، وحتى طريقه التواصل مع الجهات الدوليه. هذه احيانا بعض الجهات الدوليه تتصيد مثل ما تعرف، فاحنا الاول والاخير عندنا انه كجهات وطنيه، او هذه قضيه جدا، قضيه حساسه وتهمنا جدا. إيه؟ علما انه الان تركيزنا في التوازن ما بين الجنسين، احنا نركز على التوازن ما بين الجنسين في بيئه العمل، بحكم انه الان انخراط النساء والرجال في بيئه العمل. وبناء عليها عملنا خطتنا الاستراتيجيه. إيه؟ للمركز، الخطه الاستراتيجيه هذه بدعم من وزاره الموارد البشريه اللي نكلل لها حقيقه عظيم الامتنان على دعمهم للمركز وقضيته. خرجنا منها بعشر مشاريع حالمه، هذه المشاريع قسمناها على 3 مراحل، يعني تتنوع في مواضيع عديده، فيما يخص وظائف التمثيل النوعي مثلا للنساء في مجالس الاداره، تمثيل النساء في وظائف ستيم لكل الجنسين، كذلك التوازن بين الحياه والعمل، كيف انت تقدر تشتغل وتعمل لكن في نفس الوقت تكون متوازن مع اسرتك مع مجتمعك. وبجي للملف هذا اذا تسمحي لي دكتوره. اليوم لما نقرا في العنوان تحقيق التوازن بين الجنسين كذا، ابغى باجابه مباشره، هذا التوازن له علاقه مباشره بالعدد، انه كم عندي رجال وكم عندي نساء، ولا له علاقه مباشره بالكفاءه ايا كان العدد في الناحيتين؟ شكرا لهذا السؤال. نحن يعني تعنينا نقصد في موضوع التوازن وليس المساواه. التوازن نقصد به تكافؤ الفرص وفقا للاكفأ.
في الأخير احنا عايشين في مجتمع فيه نساء ورجال، هذول أخوان أولاد أزواج. أنا يهمني في الأول والأخير أني أعطي الفرص لكل الجنسين وفقا لمبدأ الأكفأ، لا أغيب أحد في مجال الآخر. والنقطة الأخرى، احنا كمجتمع سعودي لدينا خصوصيتنا، ولدينا دائما أقولها وحب أقول ذا المكان، لدينا مسطرتنا اللي نحدد ما هو المقبول وما هو المرفوض، ما هي مجالات العمل المناسبة للنساء وما هي مجالات العمل الغير مناسبة، وهكذا حتى للرجال. يعني أنتم في دراساتكم وجدتم أنه في مجالات مناسبة للرجال غير مناسبة للنساء، ومناسبة للنساء غير مناسبة للرجال؟ مثلا عندك دراسة عملناها، دراسة استشراف وظائف المستقبل، أي درسنا في هذه الدراسة ما هي الوظائف المناسبة للنساء وما هي الوظائف المناسبة للرجال وفقا لكل الجنسين. طيب، وجدنا أنه الوضع الحالي مخرجات التعليم لدينا لا ترتبط باحتياجات سوق العمل لكل الجنسين. في بعض التخصصات يندر فيها النساء، وبعض التخصصات يكون فقط هي متاحة للرجال. مثلا حتى الآن أنتم تشوفون أنه في بعض، وفقا للدراسة الأخيرة، وأنا جبت الكتيب معنا حق الدراسات بعطيك إياه بعد اللقاء. يليت لأنه إحنا جالسين نشوف أنه بعض البرامج مثل برنامج تنمية القدرات البشرية قرب هذه الفجوة، وصار في توافق بين وزارة الموارد البشرية والتعليم بحيث أنه المخرجات تكون مناسبة لسوق العمل 100%. طيب، بالضبط، هذا بكل تأكيد. لكن أنت تتكلم الآن على مستهدف حالم. إحنا ماشي في الطريق الصح، شغالين فعلا على هذا الملف في الطريق الصح كمستهدف وطني، لكن إذا بتتكلم على استشراف لوظائف المستقبل تحتاج تكامل أكثر، تحتاج توحيد جهود أكثر، كذلك حتى التركيز أكثر على الوظائف المستقبلية المتعلقة بالوظائف التقنية، بوظائف الروبوتك وخلافه. طيب، إيش هي الوظائف اللي وجدتوها في استشراف المستقبل تناسب النساء أكثر من الرجال، أو الرجال أكثر من النساء؟ هي الفكرة الأول والأخير، إحنا ركزنا على أنه يهمنا الموائمة ما بين تخصصات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، هذه أهم نقطة ولازم تكون فيها تكامل بشكل واضح. خرجت كذلك الدراسات أنه لازم نركز أكثر على المجالات ذات الاحتياج الأكبر في سوق العمل، بمعنى التصنيع، الهندسة، وبعضها تكون إلى الآن محدودة نقدر نقولها على النساء في بعض الوظائف. كذلك مهم جدا ان نتخذ اجراءات استباقيه فيما يخص. تسمحي لي بس اوقفك دكتور. فضل. انا اسف، لما تقولي هذه المجالات مثلا التصنيع والهندسه وتقولي انه وجدنا ان ما زالت مشاركه المراه فيها محدوده. صحيح. تمام. السؤال هنا انه هل هي من ضمن المجالات اللي انتم تشوفون انها ما هي مناسبه للمراه، ولا تشوفون انها مناسبه بس ما فتح لها المجال كما تستحق؟ بناء على الوضع. ما تقدر تحطها بشكل عام. إيه؟ يعني هي بناء على الوضع، مثل ما ذكرت، هي في مسطره، ممكن نفس الشيء اللي مقبول في وزاره سين مرفوض في وزاره صاد. طيب، انتم ايش اللي وصلتوا في الدراسه؟ احنا يعني الدراسه اخذناها بشكل عام. تكلمنا على استشراف وظائف المستقبل بشكل عام، ما هي الوظائف اللي المفترض انها تفتح اكثر لكل الجنسين سواء نساء او رجال. وذكرناها ما هي الوظائف. خلينا ناخذها واحده واحده، يلا. بكل تاكيد. عندك مثلا الوظائف المتعلقه بالمجالات ذات الاحتياج الاكبر في سوق العمل، مثل ما ذكرت لك التصنيع والهندسه. الوظائف اللي متعلقة بالثورة الصناعية والرقمية ضروري جدا نركز عليها أكثر كبرامج تعليمية وتدريبية أكثر. نركز كذلك على المسارات المهنية، بمعنى أني أنا ما أبغى شخص يتخرج فقط أنه يكون عارف كخلفية علمية من دون ما يكون عنده ممارسة عملية للموضوع هذا. مهارة، نعم. بمهارة واضحة. والمهم جدا عندنا أنه كانت أنه الشاغلين الوظائف الحالية تدربوا على الجدارات المستقبلية له، كيف أنت تهيئ فعلا الموظف هذا إلى الجدارات المستقبلية بشكل أكبر. طبعا من ضمن القطاعات وأهم القطاعات اللي ركزنا عليها هي قطاع تقنية المعلومات، قطاع الإدارة، الخدمات المالية، النقل، الصحة والسياحة، وقطاع الصناعة والطاقة والبيئة. طبعا هذه أهم القطاعات اللي خرجت فيها نتائج الدراسة. هذه القطاعات أنتوا تشوفوا أنه المستقبل لها في مجال التوظيف، واللي ممكن يساعدكم في تحقيق هذا التوازن. بالضبط. وأنتوا تشوفوا أن كل المجالات اللي أنت ذكرتيها مفروض تتاح فيها فرص أكثر للجنسين. بكل تأكيد. طيب، برجعك لسؤالي اللي قبل، إيش اللي وجدتوه يناسب المرأة ولا يناسب الرجل أو العكس؟ إحنا ما تقدر تقولها، أنا أقول لك بناء على السياق. فأنت مثلا عندك وزارة معينة لها ظروف معينة، أنا ما أقدر أجبر سيدة تكون موجودة في ظروف معينة في وزارة معينة، لأني أنا عندي مثل ما ذكرت لك المسطرة هذه. المفترض إحنا نحدد ما هو المقبول وما هو المرفوض وفقا للسياق. بناء على إيش المقبول والمرفوض؟ إحنا بقول لك يا مثلا من أحد المشاريع اللي عندنا، عندك مشروع لجان تكافؤ الفرص. طيب، لجان تكافؤ الفرص هذه لجان توضع في كل وزارة من الوزارات. حلو.
هدفها هذه اللجان، والآن احنا في خطة مرحلية لإنشائها لعدد من الوزارات كمرحلة قياس المرحلة الحالية. الهدف من هذه اللجان أني أنا أقرأ الواقع في هالوزارة، أحدد ما هو المقبول وما هو المرفوض وفقا للخطط الاستراتيجية للوزارة، توجهات الوزارة، المستهدفات للوزارة نفسها، وبناء عليه أنا جاي أقول هذه الوظيفة أنا أحتاج لها عنصر نسائي أو عنصر رجالي. بس دكتورة إجمالا يعني في الوزارات وفي الهيئات في أشياء مفروغ منها، يعني زي العمل الإداري مثلا، يعني إيش اللي ممكن يكون مرفوض فيه ولا مقبول إنه يكون امرأة ولا رجل؟ يعني هم قادرين على إدارة الاثنين يعني. لكن في بعض يعني لما نتكلم ندخل شوي في الميدان للأشياء المهنية ممكن هنا تكون في فروقات، المرأة ممكن تتميز في أشياء أكثر من رجل، رجل أكثر من مرأة، بس في المجمل العام في المجال الإداري وغيرها أتوقع الأمور واضحة. في الأول والأخير إحنا نتكلم عن موظفين الدولة أيا كان اختلافاتهم وتخصصاتهم، فأنت تتكلم في بعض الوزارات، وزارات حساسة، الحرس، الدفاع، الحرس الوطني، الدفاع، وزارة الخارجية، الداخلية، هذه الوزارات لها طبيعة مختلفة. أنا ما أقدر أجي أقول المرأة تكون موجودة في كل، عشان مبدأ المساواة والتوازن هذا يعني ما يناسب سياقنا ولا سياقنا لا ثقافيا ولا اجتماعيا. فأنا دوري في الأول والأخير أني أعرف المسطرة اللي تتناسب مع كل وزارة وفقا للجان تكافؤ الفرص اللي احنا شغالين عليها. المخرج من قراءة الواقع من هاللجان المفترض تنعكس على مرصدة مؤشرات التوازن ما بين الجنسين. أنت تقولي مثلا هذه النماذج يعني كأمثلة ولا كمعلومة أنه ما يناسب؟ أنا ما أعطيك إياها كفاكت، بناء على مستهدف كل وزارة. فالأول والأخير يعني زي ما أقول لك هي تعتمد على كل وزارة من الوزارات. كل وزارة لها مستهدفاتها، وإحنا دورنا ندعم في عملية التكامل. أنا مو دوري أني أمكن المرأة في كل مكان، لا، أنا دوري أني أعطي الأكفأ، أتيح الفرصة للجميع، وأتيح للتنوع والشمولية بشكل أكبر. جميل، بمعنى وصححيني، بمعنى أنه اليوم إذا أنا عندي في وزارة ولا في هيئة ولا في شركة ولا في مكان فرصة وظيفية، هذه الفرصة الوظيفية يمكن أن تعمل فيها المرأة والرجل، وجو عندي 10 متقدمين، تمام؟ 5 رجال و5 نساء، ولا 8 رجال وامرأتين، ولا 8 نساء ورجلين، أنا أشوف الأكفأ بغض النظر عن هو رجل وامرأة وأضعه. بالضبط، هذا المطلوب، وهذا ما دعت عليه السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص. المفترض ما يكون لا في تمييز بالمهنة، لا في تمييز في التعامل، حتى لا في تمييز حتى في الإعلان على الوظيفة. أنا ما أجي أعلن على الوظيفة وأقول هذه الوظيفة مخصصة فقط للنساء، أو مخصصة فقط للمحجبات، أو مخصصة فقط هذا تمييز واضح. هذا الآن مخالف لو جهة هذا أعلنت. هذا مخالف وفقا للقرار المجلس الوزراء 416 اللي هو في سياسه تشجيع تكافؤ الفرص، اللي هو من وزارتنا وزاره الموارد البشريه عملت عليه. هذه شيء مرفوض ومخالفه صريحه للقرار، وحنا الهدف الاول والاخير نبغى نتيح نقطه انه كيف انت تشجع تكافؤ الفرص ما بين الجنسين، كيف تمنع التمييز في المهنة، كيف أنك تستفيد من الجميع وفقا لاحتياجاته، أنه لا تحدد الجنس رجل أو امرأة، ولا تحدد اشتراطات معينة في شكل المرأة. بكل تأكيد هذا الآن إذا أحد حدد وفقا لكلامك يعتبر مخالف. بكل تأكيد، لا على النوع ولا على الجنس ولا على القبلية أو خلاف، هذه كلها تعتبر عنصرية، وهذه موجودة وفقا للسياسة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، وهذا بالعكس إحنا ما ندعو عليه. إحنا في الأول والأخير لازم نتقبل بعض كمجتمع واحد ونتكامل مع بعض تقصدين بالعنصرية إذا كان في بعد قبلي في الموضوع وتم بالضبط. هل مرت عليكم أنه في مثلا مؤسسات ولا شركات سواء قطاع خاص ولا ما عام حدد؟ والله أنا تعرف بيئة العمل إحنا شغالين في التطوير والسياسات، لكن أعتقد في كل حاجة ممكن تحدث. طيب اليوم دكتورة المنصة أطلقت أكثر من 85 مؤشر، هذه المؤشرات تقيسون فيها إذا كان هذه الجهة تحقق التوازن ولا ما تحققه، إيش أبرز هذه المؤشرات عشان نعرفها بصفة عامة؟ إحنا لو تفتح موقع منصة المرصد قسمناها على 6 مجالات رئيسية. طبعاً مرصد مؤشرات التوازن بين الجنسين نركز فيها على بيئة العمل، وهذا توجهنا الأساسي بحكم أن إحنا مرتبطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. فبمعنى عندك تركزنا على التمثيل النوعي مثلا في العمل، تكلمنا على سوق العمل ككل، تكلمنا مثلا على وظائف الستم والوظائف المتعلقة بالتقنية وخلافها، وكل مجال من هذه المجالات خرجنا منه بعدد من الأبعاد أو المجالات الفرعية منه. جميل. وحاولنا أن نضع فيها نقطتين،
جزء منها مؤشرات محلية، بمعنى إحنا وضعنا هذا المؤشر والمستهدفات لنفسنا حتى نقيس واقعنا، وهذه تقرأ من لجان تكافؤ الفرص اللي ذكرت لك إياها سابقا. والجزء الآخر وفقا للمؤشرات الدولية، لأني أعرف أنا إيش انعكاساتي على المستوى الدولي، وأكون أنا في متابعة مستمرة قبل ما يطلع المؤشر، أنا قاري واقعي وأقدر أعكسه بشكل واقع على التوجه الدولي. جميل والله، أنا أحترم هذه الثقافة في العمل حقيقة، وإن شاء الله توفقون فيها. طيب دكتورة، اليوم قياس المؤشرات أنتم حتروح لجان وفرق من عندكم وتقيس في بيئات العمل، ولا بيئات العمل نفسها بتحط مدخلات، ولا كيف حتقيسون الموضوع؟ جميل، إحنا لو أذكر لك بشكل بسيط لجان تكافؤ الفرص، إحنا لجان تكافؤ الفرص ربطناه بلجان التوطين الموجودة في الوزارات. الآن في 6 قطاعات موجودة. أيوة. هذه القطاعات وست اللجان دي تكون مرتبطة بوكلاء التوطين في هذه القطاعات. الهدف منها تقرأ الواقع. إحنا رح نساعدهم في عملية الإنشاء ورح نساعدهم في عملية التفعيل، لكن في الأول والأخير من يقرأ ومن يعمل هذه الأشياء الجهات نفسها بدعم من عندنا، لأن الهدف الأول والأخير هم ما يعرفوا مستهدفاتهم. إحنا دورنا بدعم ولا برقابة؟ لا أخشى أنه بعض الجهات وبالذات في القطاع الخاص أنها ممكن تعطي مؤشرات ما تكون واقعية 100% بس علشان تقدم شكلها بصورة جيدة، وبالتالي يؤثر على الـ على الـ على الفكرة ككل يعني. صحيح، لكن الآن خصوصا فيما يتعلق في الموارد البشرية ترى هي صارت قراءاتنا واضحة، يعني ما في مجال أساسا يعني لأي ممارسة من هالممارسات تسير. وحنا الدور الأول الأخير ما فيها إلزامية، يعني السياسة هذه مدتها 10 سنوات سياسة تشجيع تكافؤ الفرص، ما هي إلزامية إلى الآن. وهدف الأول الأخير إحنا ندعم الجهات، جميعنا لدينا هالمستهدف ونطمح فيه حتى نحقق يعني مستقبل أفضل إن شاء الله لوطننا. يا رب. دكتورة، في فكرة تطرح دائما بين وقت وآخر حينما يأتي الحديث على بيئات العمل والتوازن، أنت تكلمتي على الفرص، على تكافؤ الفرص، على العروض الوظيفية، على كل شيء، باقي الراتب، يعني هل من خلال دراساتكم وأبحاثكم وجدتم أنه في تمييز في المرتبات ما بين الرجل والمرأة بحاجة إلى معالجة؟ إيش نظرتكم لهذا الموضوع ككل؟ جميل، إحنا في مركز التوازن بين الجنسين عملنا دراسة لفجوة الأجور في القطاع الخاص، أي، وكذلك عملنا دراسة أخرى للوائح وسياسات الأنظمة في وزارة الموارد البشرية اللي المتعلقة بالخدمة المدنية، أي، وجدنا أنه التشريعات بشكل عام كفلت لك نقطة أنه في توازن ما بين الجنسين، لكن الممارسات والتطبيق لم يكفل ذلك. بمعنى أنا راتبي واحد، لكن ممكن المزايا عندي والبدلات وخارج الدوام وخلافه تختلف من, من, من واقع لآخر. في حقيقة حتى نكون عادلين، وفقا للنتائج الدراسات اللي عندنا في القطاع الحكومي ما وجدناها بشكل كبير، لكن في القطاع الخاص موجودة نوعا ما هالفجوة. وبناء على الدراسة اللي وضعناها في أو الدراسة اللي عملناها اللي هي فجوة الأجور في القطاع الخاص، وجدنا أنه تقريبا مقابل ما يعني الفجوة الجندرية ما بينهم بما يتعلق بالأجور بلغت 41% لصالح الرجال. بمعنى إذا الرجل يستلم 100 ريال المرأة تستلم تقريبا 49 ريال. اعتقد انها انتم كيف تقيسونها؟ نسبه كبيره. نسبه كبيره بكل تاكيد. طيب وهذه بناء على الممارسات اللي يعني انا زي ما اقول لك التشريع مو موجود، لكن هي الممارسه والتطبيق في مرونه فيما يتعلق بالمزايا بالتعويضات بخارج الدوام وخلافه، وهذه يقيسها كل جهه. طيب انا الوقت تقريبا انتهى معي، بس انا جالس امدد وامون على الشباب في الكنترول، ايش حتسووا عشان تعالجوا هذه النقطه؟ احنا الان دورنا مثل ما ذكرت لك نقرا الواقع، اي، ونحاول نعرض لصناع القرار. الهدف الأول والأخير أنه إحنا يهمنا تكامل الجهود، لأنه في الأول والأخير ملف تكافؤ الفرص وملف التوازن بين الجنسين يتغذى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة اللي موجود في رؤية المملكة 2030. فإحنا دورنا تكاملي ككل، ودورنا ندعم هالتوجهات، وإن شاء الله بإذن الله أنا متفائلة خير أنه المستقبل القريب إن شاء الله يكون يعني نكون من تقدم الأفضل لأفضل. إحنا ماشيين في الطريق الصح ومو قاعدين نمشي، قاعدين نحلق. يا رب يا رب، أنا أهنيك على هذا التعبير. 3 أسئلة سريعة وأبغى إجابات سريعة. من خلال واقع الميدان اليوم للرجال والنساء، الكفاءة والمهارة السعودية الموجودة عند العاملين اللي شفتوها كيف تقيسينها وتقيمينها؟ والله شيء مفجع خصوصا في الجيل الجديد حقيقة. التغييرات اللي قاعدة تصير على مستوى الوطن في هذا الملف سريعة جداً.
التطور اللي قاعد يصير، التطور المهني لكل الجنسين حقيقة رائع جدا، وأعتقد هذا قاعد يثبت مع الأيام كفاءة كل الجنسين في بيئة العمل. نعم، في عمر سنتين وشهر أطلقتم منتدى استراتيجية، منصة وأكثر من 85 مؤشر، ودرستم 18 تجربة على مستوى العالم. القادم يقول بتستمرون بهالكفاءة والحيوية ولا ممكن تهبطون في أشياء شوية؟ في أشياء ما قلت، عملنا فعاليات عملنا فعاليات وصل عدد حضورها تقريبا 5000 مشارك لنا سواء حضوريا او اونلاين، وكانوا يعني في جهات كثيره صراحه شاركوا معنا، وقيادات نفتخر فيهم حقيقه انه كانوا معنا جزء في هذا الموضوع. احنا عندنا شغف للموضوع لانه يلامسنا جميعا، يلامس اولادنا وبناتنا، وهمنا في الاول والاخير انه فعلا نصنع مستقبل افضل. نعم، لوطننا ان شاء الله. من 1 إلى 10 نسبة نجاح المرأة في المناصب القيادية العليا وفقا لدراساتكم واستشاراتكم وملاحظاتكم كم؟ ما أقدر أقول لك رقم لأنه يعتمد حقيقة، يعتمد على المرأة نفسها. أحيانا تمكن المرأة اللي ما تكون كفاءة، وبعد أن نقول هذه المرأة تمكنت لذلك فشل قضية تمكين المرأة. فأنا أعتقد يعتمد على المرأة نفسها ويعتمد طيب على. والإجابة هذه تنطبق حتى على الرجل بكل تأكيد، يعني ممكن يكون في كفاءة وممكن ما يكون بكل تأكيد. بس أنتم اللي وصلتوا له أنه نعم العدد قليل بس الاثنين قادرين أنهم يكونوا في المناصب القيادية، أنه في الأول والأخير تهمك. وإحنا عملناها في إعلان اللي عملناه للمركز، إحنا يهمك السيرة الذاتية، لا تنظر اسم ناصرة واسم الجوهرة، انظر للسيرة الذاتية، ماذا يمتلك ناصر وماذا تمتلك الجوهرة، والأكفأ في هذا المنصب يأخذ المكان. يأخذ سواء المكان، منصب قيادي كبير ولا منصب عادي. ممتاز، شكرا لك دكتورة. شكرا جزيلا لحضورك معنا ونتطلع إلى لقاءات أكثر. يسعدني. شكرا للدكتورة سارة، حقيقة أنه أثرتنا كثير في مثل هذا الحوار. أعتقد أنه القراءات كثيرة في هذا الجانب، ونحتاج ما بين وقت وآخر إلى أنه نتواصل بهذا الخصوص. قراءة مهمة جدا وجميلة جدا. تحية لكل العاملين في الميدان، وبنروح إلى فاصل وبعده ألقاكم.